حصل التطبيع. علينا أن نسرع في التسوية الداخلية كي لا نخسر كل شيء. حصل التطبيع على دمار مرفأ بيروت وعلى دمار الأشرفية والمار مخيل والباقي، حصل التطبيع وعلى ما تبقى من اقتصاد لبناني. طيب حصل التطبيع وسيزداد. لا يا بيك ما تواخذنا تعليقك بغير محله، أخذ ورد على مواقع التواصل الاجتماعي وهجوم شديد اللهجة بعد موقف زعيم المختارة وليد جنبلاط من توقيف المطران موسى الحاج. صدم موقف زعيم المختارة وليد جنبلاط حيال ملف المطران موسى الحاج أغلبية حلف ما كان يعرف بقوى الرابع عشر من آذار، حيث كتب في تغريدة على حسابه عبر تويتر: أي كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج، إلا أنه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج، وأن احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية أخرى نرفض الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية. سلسلة ردود عالية النبرة تلقاها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حيال هذه التغريدة، إذ أن أول الرافضين لما كتبه كان النائب السابق دكتور فارس سعيد، حيث عبر عن امتعاضه قائلاً: وليد بيك، لك منا محبة وصداقة واحترام، وسنبقى أوفياء لما قمت به في 2005. المطران الحاج لا يعمل لدى الإسرائيليين لتنفيذ مآرب سياسية، إنه رجل دين يساعد الناس ولا يحمل أي خلفية سياسية. البيك ما زبطت معه هالمرة، هكذا قرأ منسق عام التجمع من أجل السيادة نوفل ضو موقف جنبلاط، حيث كتب عبر تويتر: لا يا بيك ما زبطت معك هالمرة، ما تواخذنا تعليقك بغير محله وموقفك ملتبس وسيء من قضية توقيف المطران موسى الحاج. وفي تصريح لافت لرئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، تساءل الأخير: لماذا تحصل أمور تخدم فريقاً وتضر فريقاً آخر؟ فأما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه، أو أن هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور؟ شو عاتوا الظن للقاضي؟ الظن هو بيكون ما عنده إثباتات، ما عنده بظن. نحن عم نقول القاضي إنسان وإنسان حكيم يجب أن يكون، ويجب أن يظن. إذا القصة تعمل مشكل طويل عريض يجب أن يكون حكيم بالتعاطي بهذا الموضوع. هلأ فيكون هو مش حكيم، فيكون في حدا وراء، فيكون بس من المستفيد؟ رحتوا فتشوا من المستفيد، من الذي تضرر، من الذي استفاد؟ أنا برأيي أكثر ناس تضرروا اليوم الثنائي الشيعي فيها، وأكثر ناس استفادوا هني بعض الجمهور المسيحي يلي بيقطفوا فيها وبيقدروا يعملوا منها أعراض أو يستفيدوا من خلالها. الثنائي الشيعي غيران اليوم على مصلحة الثنائي الشيعي بتعتبر اليوم هلا أنت وكل العالم الـ MTV أول نتهمين الثنائي الشيعي وراء الرضيعية. طب ليه ما بتتهموا؟ أنا ما عم بتهم حدا، بس وين بيشتغل؟ في مؤسسة، في شيء قاضي بالمحكمة العسكرية مش الجيش بعينه. بس أنا بسأل هذا السؤال، بس هلا مطلوب تأييد قائد الجيش، ممنوع حدا يجيب سيرته لو يعني بمثورات رابلس، ممنوع حدا يجيب سيرته بالمرفأ بيروت، ما حدا ممنوع يجيب سيرته، وأنا ماني ضده، انتبه. بس أنا عم بقول هذا المنطق، روحوا على المنطق، روحوا على العدل بتوصلوا على العدالة، روحوا على الحق بتوصلوا على العدالة، بس تروحوا دايماً على الاستنسابية ما هتوصلوا على العدالة. من جهة ثانية رأت مديرة قسم الأخبار في قناة الجديد مريم البسام أن موقف البيك كان متميزاً وسط كل هذا الضجيج.